فاندو، اي ممكن نحكي شوي؟ عادي ارتاحي. فاندو، مشان امبارح ما كان قصدي ارفع ايدي عليك. عن جد انا اسف وبعتذر، والله انا ما كان قصدي هيك. ما بعرف ليش هيك صار وعملت. انا اسف يا فاندو، بترجاكي انا غلطت بحقك، سامحيني. بعرف انك معصبة، انا اسف. ليك من هلا ورايح انا ما رح ارفع ايدي عليك. ليك بوعدك بهالشيء. اجيت انا ماني معصبة لانك رفعت ايدك علي وضربتني، بالعكس انا معصبة لانك شربت مبارح. انت وعدتني من زمان انه ما عاد تشرب كحول، ومع هيك انت. ايه فاندو، انا بعد ما ضربتك مبارح كنت عم حس بالذنب كتير وعم لوم حالي. ما عرفت كيف ارجع على البيت، شربت مشان اخذ قوة من الشرب، بس ما توقعت اني انا اعمل هيك. كنت معصب كتير، ما بعرف كيف ضربتك وزعجتك بهالطريقة هي. ليك اضرب انا، اسف فاندو، سامحيني. شو صار للضو هلا؟ ما فاندو، شو صار؟ العمى، لك شو صار للكهرباء؟ الشركة فصلت الكهرباء مشان الفاتورة، لأنه ما اندفعت لهلا. فصلت الكهرباء لأنه الفاتورة ما اندفعت؟ بس نحن عم ندفعها كل شهر. فاندو، عندك فاتورة هالشهر؟ جيبيها. ايه رح جيب لك اياها. هي هي 6000 مو مدفوعة. شو 6000؟ لك كيف ممكن تطلع هالقد؟ يبدو انها عن جد مانا مدفوعة. كيف بيصير هيك شيء؟ طيب امي، شو القصة؟ ليش هيك؟ انت تتذكر اجيت من شي كم شهر انا اشتريت عقد الذهب الابيض، لهيك المصاري تبع الفاتورة اضطريت اصرفهم عليه. بس يا امي، اشتري مصاري الكهرباء؟ لكن شو بدي اعمل؟ انا لهلا لسه عم قابل ناس كتير مهمين، ومعقول قابلهم هيك بدون ما البس ذهب؟ ماما، مو معقول، انت كيف بتصرفيهم؟ اجيت، انتظر دقيقة. ماما شو هاد؟ خود هدول، انا خبيت شوية مصاري مشان الحاجة، إذا بتريد ضيف عليها شوي ودفع الفاتورة. لا فاندو، انت جمعتي المصاري لك، خبيهم، انا بعرف كيف دبرهم. طيب من وين رح تجيب؟ وانت شو دخلك؟ بالله ما في داعي تقلقي من شي، انت عملتك خلص، اتركيني بحالي، فهمتي؟ فايشو خبريني شو صاير؟ ليش قاعدة زعلانة بنتي؟ ماما لا ما في شي، بس أنا تعبانة. فايشو شو القصة حبيبتي؟ خبريني بسرعة، أنا ما بقى عندي صبر. الله يخليك إلا فايشو، أحكي كل شي بقلبك يا بنتي، قولي. مشاركة المشاكل بتخفف الوجع. لك يا فايشو، إذا أنت تخانقتي مع درويش أنا رح أحكي معه. لا أخي، كل شي بيني وبين درويش منيح. طيب بما أنه كل شي منيح، ليش مهمومة لكان؟ أنت بتعرفي أني ما بقدر شوفك زعلانة. يا بتسمي شوي هلأ، يا خبريني السبب اللي مزعلك. أنا اللي رح خبركم.
بنتك متضايقة وخجلانة من حالها لأنه سرها المخبى خلص انفضح. انتي شو عم تقولي؟ سر؟ أي سر؟ ما فهمت عليكي. كيف بدك تفهمي؟ ما رح تتوقعي بنتك البريئة تتصرف بهالرخص والوساخة شي يوم. وجه البريء اللي شايفينه قدامكن هلأ كله تمثيل بتمثيل. الشي الموجود ورا هالقناع البريء. لحظة شوي، احكي بوضوح وبلا ما تلفي وتدوري، مو ناقصنا هم نحنا. شو ساويت بنتي؟ شو ساويت؟ بنتك تخطت كل حدود الوقاحة وقلة الأخلاق. ساوت علاقة وسخة مع زلمة وسخ بدل ما تكون مرة متزوجة ومحترمة. وقفي اختي، بس بقى اذا بتقولي اي شيء مو منيح عن بنتي ما بعرف كيف رح اتصرف معي. هاي غلطة كتير كبيرة انك تفكري ببنتي فايشة بهالطريقة البشعة. وانا كنت حس نفس الشيء قبل ما اتأكد منها، كنت اقول لحالي اكيد غلطانة بحقها. ايه فايشالي ما ممكن تساوي هيك، فايشالي ما ممكن تغلط، انا واثقة فيها. بس اليوم انا شفتها بعيوني وما حدا قال لي عنها. لا اختي، مستحيل يصير هالشي، مستحيل صدق هالإشاعات. لا اختي، الحقيقة رح تضل حقيقة اذا صدقتي او ما صدقتي. انا اللي شفتها بعيوني بغرفة مسكرة عم تتصرف بوقاحة مع مازن بلا ذرة خجل. شو عم تقولي؟ بنتي فايشة ومازن؟ ايه بنتك عملت علاقة مانا شرعية مع مازن. اسألي وبتجاوبك هلا. شو هالتفاهات هي؟ نحن ساكتين لأنه بنقرب بعض، بس هذا ما بيعني إنه تقولي اللي بدك إياه عن أختي. أنا ما عم قول شغلات من الهوى، عندي دليل لكل شيء قلته هلا. يمكن أنتم ما بتعرفوا هالحكي، بس الحارة اللي ساكن فيها مازن متضايقين كتير من تصرفاتهم الزاحلة مع بعضهم. الكل عم يشيروا عليهم وما كانوا يستحوا أبداً، وهذا مو غلطهم لحالهم، هذا غلط أهلها كمان. بس بيكفي، لأنه ما عم نقول شي وساكتين وعم نسمع كلامك، هذا ما بيعني إنه تضلي تشوهي سمعة بنتي. لو شخص تاني قال لي هيك كنت خرسته وزتيته لبرا بيتي. بس لأنه نحن قرايبين أنا ساكتة وما حكيت وعم أتصرف معك باحترام. بس ما تفكري إنه تصرفي معك باحترام نقطة ضعف. بس بيكفي، ما بعرف شو شفتي وشو فكرتي، بس أنا متأكدة إنه كل هالشيء سوء فهم منكم. كلامك كله في غلط وعيب، ويا ريت توقفي هالتصرفات. لا، كل هالتصرفات رح تنتهي وقت هي رح تعترف بغلطها وقدام الكل. هلا بعرف انك عم تفكري فيها انها بريئه ومنيحه، بس لازم تفتحي عيونك، فكري بطريقه صح وبوعي، ووقتها انت لحالك رح تقتنعي انه في شيء واضح بينه وبينه اكيد. ليكي اختي اسمعي، اذا بتنطبق السما على الارض قدامنا هلا انا ما رح صدق هالكلام. انا واثقه بصهري وفوق ما تتخيلي كمان، لانه شريف ومحترم وبنتي انا ولدتها وعطيتها القيم. مستحيل تساوي هيك وتفكري اني ممكن صدق. ليك اختي انا متاكد انك فهماني غلط. ليك اخي، ما حدا بالعالم ما بيوقع بالغلط وما بيعترف بشغله، بس واجب عليه يتعلم من الغلط. بس بيكون احسن لك اذا تقبلت الحقيقه مثل ما هي، انه مرة عندها علاقه مع شخص تاني غير زوجها، وهي مرة رخيصه وقحه وما عندها نتفه اخلاق. سكتي، انت معصبه صح؟ اه عندك ثقه كامله ببنتك؟ اساليه اذا كانت بريئه مثل ما قلتي، ليش قاعده ساكته بالزاويه عم تبكي وما عم تدافع عن حالها وعن شرفها؟ اه مع اني قلت كثير شغلات عنها، ليش ما عم تحكي وساكته هلا؟ قولي. الخجل باين على وشها وسكوتها بيعني انه بتعرف حالها انه غلطانه وبتعرف منيح هذا الشيء. كل هذا الحكي إشاعات أمي ولا شيء مزبوط منه. أنا مستحيل أعمل هيك، ولا ممكن إني خون أختي مع جوزها أبدا. حرام عليكم كل اللي عم ينحكى عني، والله العظيم كذب. لكن ليش هالإشاعات عم تنحكى؟
لأنك بالأول تركتي بيت حماكي ورحت تعيشي ببيت مازن بدل ما تعيشي هون. ليكي فايشاليا، أنا قلت هالشي قبل ورح عيده. أعطيني سبب يبرر سكنتك ببيت نازن من شهر، وأنا بعد بأكد لك رح أسحب كل شي قلته عنك. أختي سوشنا، يمكن أنت ما عم تستوعبي، بس هي بالشهر الماضي يا دوب نامت ليلة أو ليلتين ببيتها مو أكتر، وباقي الأيام قضتها حجج وبتترك البيت بلا ما تسأل، وبتروح على بيت مازن وبتبقى عنده كل الوقت. وحقي اسأل بعد اللي صار، شوفي بهداك البيت ليش عم تروح لهنيك ولسه انت بتقولي انه ما في شي بيناتهم؟ لا يا اختي لا، شو هالعداوة اللي بيناتنا حتى تعملوا فينا هيك؟ ليش تعطينا بنتك اللي بلا ذوق وبلا اخلاق؟ ليش لحتى زوجية لابني؟ انا رح جاوبك على كل اسئلتك هلا، أنا اللي رح آخذ قرار مشان كل هالمهزلة هي. ليك أعطيني التليفون. ألو مازن، بدي منك تجي لعنا على البيت بسرعة. خير مرت عمي؟ شو في؟ لما بتجي لهون رح تعرف كل شي بالضبط. إيه يلا يلا جاي. شو صار مازن؟ جانا هي أمك اتصلت، أكيد في شي مشكلة، طلبت مني إجي فوراً. معقول تكون السبب فايشو؟ ما بعرف، لا أوصل بعرف، رح روح هلا. مازن، رح إجي معك كمان. طيب. اليوم شو ما صار، رح يكون قدام الكل. بما إنه فايشاليا أساس الموضوع، فابنك درويش ضروري يجي لهون، اتصلي فيه. شو بده يساوي إذا أجا؟ شو؟ حتى درويش يمكن يكون السبب بهالشي. خلينا نتخيل انه بنتي عم تكذب، بس يمكن درويش هو السبب بهالشي كله. ليك يا اختي، اذا بدك منا نعرف كل شي صاير فلازم نوصل لكل اطراف المشكله لنعرف سببها. وبعدها هن مو متزوجين من جديد، صار لهم سنه متزوجين، ما كان في اي مشكله عندهم، لكان من وين هالمشكله بلشت معهم؟ واذا كمان فايشاليا ما كانت بالبيت لشهر مثل ما قلتي، وهذا الشيء زعجك كثير، ليش ما زعج درويش؟ وليش ما راح سألك أو إجا سألني إلي إنه وين مرتي؟ أنا أما لفايشو، بما إنك إجيتي لهون ولميتينا بهالطريقة واستجوبتي بنتي، أنا إلي الحق كمان مثلك إني استجوب درويش. اتصلي فيه يلا. إيه بس هو ما فيه يجي لهون هلأ، هو مانو بمومباي لأنه راح على بوني ليومين مشان شغله. شو عم بتقولي إنتي؟ لسه مبارح شفته بمحطة القطار، عيطت له عمل حاله مو سامع. يمكن قصد يتجاهلني وانا صرت متاكد انه صاير معه شيء. لا هالشي مستحيل، هو خبرني انه هو ببوني هلا، حتى تليفونه كل الوقت كان مسكر، هذا يعني انه هو كان مشغول بشي اجتماع. لحظه لك، اعطيني هالتليفون. ليكي انا طفيت التليفون، هذا ما بيعني انه مشغولين باجتماع. شو عم تحاولي تقولي انت؟ يعني ابنك عم يكذب ولا ما عم تحسي بشي بنوب؟ ما عم تحسي انك واقفه جنب بنتك اكثر من اللازم؟ ايه مزبوط، لانه هلا السؤال ما عاد عن شخصيتها، السؤال صار عن تربيت. وانا ما فيني شوف انه تربيتي عم تنهان وانا ضل ساكته. انا رح قلك فورا درويش وين بيكون. بينود اتصل بساتيش. ليك انا تركت دفتر الشيكات تبعك على الطاوله، اخذته ما؟ ايه اخذته، بس انت كانه اجيتي بسرعه. شو قصدك بقى؟ انا اسف، حاسس حالي وكاني اهنتك لاني سالتك هالسؤال الغليظ. صح، لما بتصير المراه مساعده مدير البنك الزوج لازم يمشي شغله، انت لازم تعملي شغله وحده. شو هي؟ انت لازم تخلصي لي القرض تبعي. ماشي، هالشي ما له سهل، لازم انت تتصل بالبنك وتاخذ موعد مع المدير تبعه، وبعدين لازم تعمل كل الوراق والاجراءات المطلوبه وبعدين منقرر. ولو ما صار لك لسه غير اسبوع هون عم تشتغلي وصرتي هيك؟ هاد ما له شغل، هذا اسمه شكليات. ايه اخي فينود قلي كيفك؟ انا منيح،
انت كيفك؟ اكيد منيح، واكيد الشخص اللي تزوج من اختك رح يكون مبسوط ومرتاح كتير. قل لي هلا شو اللي خلاك تفكر فيني؟ ايه ساتيش، كنت بدي اسالك سؤال. درويش راح على بوني مشان الشغل؟ لا لا امي، ما راح على بونا. الو ساتيش، انا ام لفارشا. اها مرت عمي، كيفك؟ كيف صحتك؟ فيك تيجي على بيتنا هلا وبسرعه. ايه ماشي رح اجي، بس كل شيء منيح؟ منيح، بس انت تعال لهون ورح تعرف كل شيء. طيب انا جاي فورا. ماشي. شو صار؟ شو عم تقول امي؟ لا ما قالت شيء ولا انا فهمت شيء، بس حاسس انه درويش هو سبب المشكله. انا لازم روح. شو رح تكون القصه؟ ممكن يكون الكل عرفوا حقيقة درويش وبدون يسألوا عنه؟ شو صار لك؟ بشو بلشتي تفكري؟ تعي رح وصلك على البنك بطريقي. يلا. لا ساتيش، ما رح أقدر ركز بالبنك، رح ساوي شغلة واتصل بالتليفون إني رح أتأخر اليوم على الدوام. حاسة لازم روح معك على بيت أهلي. طيب تعي. شو صار أمي لحتى اتصلتي فيني هيك؟ مازن، هالمرة عم تقول انه في علاقة بينك وبين فايشال يا بنتي. وهلأ بدي اسمع الحقيقة منك انت. وانت شفتي تليفون واحد بس ومازن اجا فورا. لو في تفكير وسخ براسه ما كان اليوم قدر يواجهنا ويجي لعنا، وما كان ابدا كمان وقف رافع راسه قدامنا. هالشي بيثبت انه بريء، حتى لو بدك اياه يشرح لك. شو بده يشرح مازن؟ خير شو صاير؟ انا رح اشرح له. أنا اليوم عرفت شغلة. لا أنا ما عرفت، شفت بعيوني، شفت إنه بنت حماك الصغيرة المحترمة فايشو عند علاقة غير شرعية مع مازن. شو عم تقولي خالتي؟ الكل بيحلف بحياته أخلاق مازن، وهلأ أنت كيف بتقولي هيك؟ أكيد فهماني الموضوع غلط. اسمع يا ولد، أنا ماني غلطانة بشي، وأنا بقدر أقول وأحكي وأنا واثقة ومتأكدة إنه في علاقة بين هدول الاثنين. حاجتك بقى، أوعك تقولي أي شيء مو منيح عن بنتي، ما بسمح لك. القصة لهلأ ما تأكدت وأنت عم تحكي. كيف لهلأ ما تأكدت؟ المحكمة عندك والشهود برا والإثبات واضح، وأنت لسه عم تبرري؟ أنت يا أختي أكيد رح تصيري عمية من اللي عملته بنتك. بس اطلعي لبرا واسمعي منيح العالم شو عم تحكي برات هدول الحيطان. ما في داعي اسال حدا عن اي شيء، انا بعرف انه بنتي مستحيل تغلط هيك غلطه. معنى تساليها، قولي لها تعطينا بس سبب واحد، ليش لهلا عم تروح لهنيك؟ وليش ما بتسالي ابنك هذا السؤال كمان؟ وليش لاساله بقى؟ مو هو اللي ترك البيت، حضرتها اللي تركت البيت. الشيء اللي بزعل انه كل البيت مع غلطه واقف عم يدافع عنا. طبعا ايه، لانه كلياتنا بنعرف اختي شو هي وشو طينتها وشو اخلاقها، بس يمكن انت يلي ما بتعرفي شو اخلاق ابنك. ما بسمح لك تحكي عن ابني، فهمتي؟ ليكي لقلك، اذا حدا صح او حدا غلط القرار رح يتاخذ لما درويش يجي لهون. ما في داعي ابني يجي على هذا البيت. طبعا ضروري يجي، انا عندي ثقه كبيره كثير بابني، وانا بقدر اقول نفس هالحكي اني بوثق ببنتي. في الحقيقة ما هي؟ اسمعي، ابنك متجوز قبل ما يتجوزني بفترة كتير طويلة.
أول مرة متجوزة. بنفس المدينة وأنا ما بعرف. أنا عرفت هالشي من شهر، بس من شهر، وأنا ما حكيت لحدا لأنه خفت إنه أمي ما تقدر تتحمل أي صدمة قوية. مشان هيك أنا كنت ساكتة وصابرة على القصة، بس أنا ما كنت مستعدة أبداً إني شوف درويش أو أقعد ببيتك وأحكي معه. ما كان بدي شوف وشه أو أسمع صوته. مشان هيك أنا تركت البيت، مشان هيك مازن استقبلني ببيته. لا، ما بصدق هذا الحكي الكذب كله. عم تلومي ابني وتحطي الحق عليه مشان تغطي على أغلاطك. شو الإثبات اللي عندك إنه درويش متزوج من قبلك؟ قلتي لي بدك دليل مو؟ معناتها تعالي معي. تعالي. فايشاليا، شو كل هاد؟ ليش جايبتينا لهون؟ انتي رح تاخدي كل الأجوبة على أسئلتك. ابنك درويش قاعد بهذا الفندق. شو جنيتي؟ الشخص اللي بيته بيبعد نص ساعة من هون، ليش لحتى يجي ويقعد بالأوتيلات؟ قلت لك استني دقيقة مو أكتر. درويش جاي بوروالا، بأي غرفة نازل؟ دقيقة لشوف. عفوا مدام، ما في أي اسم لهذا الشخص. يا ربي كيف صار هيك؟ أمي، أنا شفته وهو عم يدخل لهون على هاد الأوتيل. بس خلصنا من هالدراما. عم تقولي هالحكي الملفق بس مشان تطلعي حالك بريئة ونظيفة، ما؟ بس بدك تطلعي هو اللي عم يخونك. أنا ما عم بكذب، والله ما عم بكذب. أنا شفت درويش فايت على هالأوتيل. أنا مستحيل صدقك. وليش لصدقك؟ مانك قدرانة تثبت شي لهلأ. أنتي مفكرتيني غبية؟ ليش لصدق إنه ابني هو الغلطان بس لأنك أنتي عم تقولي هيك؟ يعني أنا لازم صدقك؟ تغطيتي كل الخطوط الحمراء أنتي، فعلاً طقعت الحياة بين عيونك. وهلأ صار الوقت لحتى أمك تقتنع وتفهم بكل الحكي اللي نقال. انتي مفكرة انه فيك تلومي ابني على كل اغلاطك الوسخة والقذرة؟ وهلأ الحقيقة ظهرت، ما؟ انتظري دقيقة. ممكن تشوفي إذا في غرفة باسم مدهوري بالأوتيل؟ بس لحظة أستاذ. إيه أستاذ، مدام مدهوري من بوني، الغرفة رقم 108. يسلموا. يلا. درويش وينه؟ فايشاليا شو عم تعملي؟ وهذا الجواب على سؤالي. عم بسألك وينه درويش؟ مدهوري مين اجا؟ أنا
خلصني. وهلا هي هي الحقيقة. وهلا قولي لي مين الصح ومين الغلط؟ أنا ولا ابنك المحترم؟ درويش شو كل هاد؟ أنت قلت إنه إنك ببوني مو؟ وأنت هون مع هاي البنت؟ مو هاي البنت نفسها اللي أنا شفتها بالمحطة وجبتها معي على البيت؟ أنت اسمك ما دهوري ما؟ لك شو مشان زوجك؟ لا درويش هو الزلمة اللي كان نازع لك كل حياتك؟ درويش أنا عم أسألك جاوبني. قول كل التهم اللي اتهمتك ياهن مضبوطة؟ هاي المرأة عن جد مرتك؟ ما لا تحاول تكذب وتلف وتدور. قلي الحقيقة، إني شوف وشك وشوف شلون عم تطلع فيني بأكد إنه كل شي نقال عنك كان صحيح. قلي الحقيقة، أنت عن جد تزوجت هاي البنت؟ هاي البنت اللي جنبك مرتك؟ لك قول. إيه يا درويش، بهيك تصرف رخيص انت بتكافي مرتك وامك؟ معقول تعمل هيك خيانة وسخة؟ كان عندي ثقة كبيرة فيك يا ابني وبترباهتك الطويلة كمان، بس للأسف انت سودت وشي. لك معقول تعمل فيني هيك درويش؟ بسبب أعمالك الوسخة شكيت بأخلاقك انت وخلتني اتهم وشك بشخص نظيف وآدمي مثل مازن. شو ذنب اللي عملته لحتى تكافيني هيك يا ابني؟ لك ليش سويت هيك فيني؟ ليش اليوم بالذات خلتني انزل من عيون الكل واخجل يا درويش؟ يا حبيبي شو ما عليك، انا خجلانة انك ابني. اختي سوشنا مشان الله سامحيني، أنا كنت عمية بحبي لابني وبتربايتي، خلاني هذا الولد احكي على بنتك وصهرك لنضاف الشريفين العفيفي. مشان الله سامحيني يا أختي، أنا غلطانة بحق كل العائلة. مازن فيجاليا، أنا بعرف حالي غلطت بحقكم كتير، بس بتمنى تقدروا تسامحوني من كل قلبكم. بتمنى تنسوا اللي قلت لكم اياه، كله طلع عن عصبية. سامحوني الله يخليكم، سامحوني مشان الله سامحوني. كل شي صار اليوم انتي مالك علاقة فيه، بس درويش انت ليش سويت هيك فينا؟ ليش خنت بنتي اللي صانتك؟ انت كنت متزوج وعندك ولد ومع هيك فتت على بيتنا وطلبت ايد بنتي؟ لك كيف طوعك قلبك وعملت هيك؟ ما حسيت بالخوف ابدا انه لما رح تعرف العائله بغلطك وخيانتك شو رح تكون عواقبها؟ جاوبني، ما تضل ساكت، جاوب. قلي ليش خبيت الحقيقه؟ انا كنت خايف، من امي.
هالشي من 5 سنين وقت فتحت فرع تاني لشركتنا ببوني. مدهوري توظفت هنيك موظفة استقبال وأنا أعجبت فيها كتير. شوي شوي صرنا رفقات وصداقتنا تحولت لحب. في شي صار لحتى مدهوري صارت حامل قبل ما نتزوج. وعرفت إنه أمي مستحيل توافق على هالزواج بأي شكل، ومنشان هيك تزوجت مدهوري بالسر وبلشنا ننطر وقت مناسب. كنت بدي أحكي لأمي كل الحقيقة بس ما لقيت وقت مناسب، ووقتها التقيت بفايشاليا ودخلت حياتي. وأنت حبيت فايشو صح درويش؟ شو هالحب اللي عندك؟ كأنه قلبك كبير كتير؟ قديش مفكر حالك رح تخبيه لسه؟ مبارح حبيت مدهوري واليوم حبيت فايشو، وبكرة إذا حبيت شي وحدة تالتة شو رح تساوي؟ رح تتزوج مرة تالتة؟ لا جانا مو هيك، أنا كتير بحب فايشاليا والله. يلي بيحب من قلبه ما بيخون درويش. أنا ما خنت فايشاليا، أنا كنت بدي أخبرها بكل شي بس بصراحة كنت خايف أخسرها وتروح من إيدي. دخنت درويش فوق كل شي صار وانكشف لسه عم تكذب وما أنك مستعد تعترف بغلطك؟ ما في أي ندم بعيونك ولو هالقد؟ أمتى ناوي تعترف؟ ساتيش بس اسمعني شوي. شو لازم اسمع؟ ماني مهتم اسمع شي من فيلمك المقرف. من شوي من دقيقة قلت إنك بتحب مدهوري، وبعد بدقيقة قلت إنك بتحب فايشاليا وحلفت. شو هاد؟ حب؟ لا درويش، انت بنوب ما بتعرف شو هو الحب، او انك عم تستخدم الحب مثل الشغل، عم تستغلن اتنيناتن بس لمصالحك الشخصية. ساتيش لك انا عن جد خجلان من حالي، لك شلون ما قدرت اكتشف انك واحد هالقد وصيخ؟ ربطت اسمي معك وشغلي كمان. على فكرة انت خطر على شغلنا، اللي ما في ينظم علاقاته بيقدر يساوي شو ما بده بالشغل. اليوم وبهاللحظة هي أنا بلغي كل شراكتي معك. ساتيش لا، ساتيش لا تغلط، منقدر نعود ونحكي. ساتيش بترجاك ما تلغي شراكتنا. ساتيش سمعتنا رح تنتزع بالسوق بعدين. فكر بعدين شو ممكن تخسر بالمستقبل، هلأ صار لازم تفكر شوي شو ممكن تكون خسرت. خسرت مرتك، خسرت ابنك وأمك. أنت رح تكسب مصاري بأي شكل، بس لو جمعت كل مصاري العالم ما فيك تشتري هالعلاقات. هلأ صرت أفقر مني درويش، بعد ما بيهمني كل هالحكي، ما بتهمني هالعلاقات. درويش بيعرف يعيش لحاله وبيعرف كيف يربح لحاله كمان. كلكن بدكن تقاطعوني مو هيك؟ ماشي، أنا هلأ بقطع كل علاقاتي معكن من هاللحظة وبدون رجعة. وخصوصاً إنه ما في شي خاف منه بعد هلأ وكل شي كشف. أنا كنت عم خبي قصة مدهوري عن الكل لأني كنت خايف إنه ساتيش ينهي شراكته بالشغل معي. بس أنا ما بقى خاف يتركني ساتيش، كلكن ما بتهتموا فيني وأنا ما رح اهتم فيكن كمان. أنا بنهي كل علاقاتي معكن ولا حتى رح اتحمل اي مسؤولية. يعني بتعتبروا انكن ما بتعرفوني، وانا نفس الشي من هلأ ما بعرفكن. بس
بس تذكروا شغلي، مو أنا أبداً اللي قطعت علاقتي معكم أصلاً، أنتوا ساويتوا هيك بالأول وكلكن رح تدفعوا تمن قطع هالعلاقة بيوم من الأيام. درويش ماله ضعيف ليتأثر بحدا. عن جد ما عم افهم ليش كلياتنا عم نفكر بحل هالقصة. درويش مانو شخص بيستاهل انه الواحد يفكر يرجع له بهيك ظرف. من الطبيعي انكم ما بقى تفكروا تعيشوا مع هيك واحد، ولهيك انا برأيي انه ضايشو لازم تبلش بوراق الطلاق من اليوم. لا فارشا، ما بصير تقرري هيك وانت متعاطفة مع أختي. القصة صارت حساسة وكلنا لازم نفكر مزبوط وناخد قرار نهائي لمصلحة الكل. وإذا كان الطلاق هو آخر حل عنا. بابا شو عم تحكي أنت؟ برأيك لازم نعطي درويش فرصة تانية؟ بابا لا، هالشي ما بيصير. بهالقصة الخيار الأول والخيار الأخير هو نفسه، وهو الطلاق. أختي حكي مزبوط ما هيك؟ سهري أنت قلي. أنا بعتقد إنه هي حياة فايشاليا، هي الوحيدة يلي لازم تقرر شو تساوي وشو ما بدها تساوي. مازن معه حق، برأيي ما نتوقع من فايشاليا أي قرار هلأ لأنه هي حياتها الخاصة. ما رح نضايقها لو شو ما كانت عم تفكر لأنه لازم تعيش هالشي طول حياتها، ولهيك الأحسن تاخد شوية وقت وتاخد القرار الصح. فايشاليا ما حدا هون رح يجبرك على أي شي. إيه فايشو، يعني إذا كنت عم بتفكري بالطلاق وقتها رح يكون في كتير مخاطر. أنا قصدي يعني أنت مانك لحالك، فايشو أنت هلأ حامل بابن درويش، وبهي الحالة ما فيكي تفكري تنفصلي عنه بهالبساطة. ونحنا كمان صار لازم نفكر بمستقبل الولد. شو رح يقول إذا حدا سأله؟ شو منعمل؟ الناس رح تضل تحكي كل العمر. إذا ضلينا نهتم بحكيه، إذا ضلينا نهتم بهالحكي معناها ما رح نقدر نعيش حياتنا. ما تبكي يا بنتي، ما تبكي، لأن دموعك هي رح تخلينا نضعف معك كتير لبعدين. كلكم خليتوا هذا القرار لألي ما هيك؟ طيب ماشي، معناتها أنا أخذته، بس أنا مجبورة. حتى لو بدي أتطلق من درويش ما رح أقدر بنو. ليش ما بتقدري تطلقي درويش؟ لأنه أنا قانوني أمالي مرته لدرويش. بالقانون الهندي إذا كانت المرة الأولى موجودة معناتها الثانية بتنتظر وما لها أي قيمة. هذا بيعني إنه كل الوقت اللي عشنا مع بعضنا ما كان له أي معنى.
بدي أنا ما رح أقدر أتطلع. ماما كل هدول الشغلات درويش بذاته قال لي إياهم. طيب شو بدك تساوي فايشو؟ ما في داعي تخافوا من شي، رح نوكل محامي كتير شاطر وأكيد رح يلاقي لنا شي حل. هلا ما رح نتحمل استبدادية درويش، هو ما بيجبرك على شي، صدقيني ما بيجبرك على شي، وحتى ما رح خليه يساوي هيك زهري. أنا خلص قررت شو رح أعمل. بس فايشو شو رح تعملي هلا؟ أنا رح أخذ درويش لعند الشرطة ورح أرفع دعوة إنه خدعني. وهو أكيد رح يفوت على السجن. ليكي طلعي شو صاير للأخت سابيتا، كأنها متغيرة أو صايرة هادية. وأنا كمان عم فكر نفس الشي، المرة اللي كانت مشرانية وما تخلي حدا يقرب منها هلأ عم تطلب المي متل غيرها، كأنها صار لفترة متغيرة وصاير معها شي. مزبوط، لو كانت أختي سابيتا اللي منعرفها كانت عملت قصة كبيرة أكيد، على الأغلب صاير معها شي ما هيك؟ ايه تعي بلكي فينا نفهم. امشي. عن جد شي بيجنن، اليوم بتتفاجأ بأقرب الناس إلك وتنصدم فيه. بعرف إنه درويش ما كان واحد منيح هالقد، بس أنا ما توقعت يكون سافل لهالدرجة. أيوة أيوة أيوة، لكان هذا السبب اللي خلى فايشاليا تضل عندها، والناس تعودت إنه تحكي كتير، بيحكوا بس بالعاطل. أجيت عن جد ما بيهمني العالم شو عم تحكي عني ولا شو عم تقول، كل شي كان بنيتي إنه فايشو ما تزعل، يعني حتى لو كان بدي أخبي عن فايشاليا كل الحقيقة كنت رح أقدر لاقي حلول لمشاكلها عن قريب. يلا تعالوا نروح على المحل. مازن بصراحة أنا لازمني شوية مصاري لأنه بدي أدفع فواتير. آه قلي قديش لازمك؟ 6000 روبية. أنا بعرف إنه كتار، بس اللي صار كل شهر كنت حط مصاري بالبيت، بس أمي اشترت عقد وكمان حلق، أنت بتعرف طباعها. ما في مشكلة. هدول 3000 روبية حطيت الباقي بالبنك من فترة، راح أعطيك ياهم اليوم. ماشي يلا خدهم. شكراً مازن. ليش عم تشكرني وتحرجني؟ أنا وإنت عنا الحقوق نفسها بالمصاري، ليش عم تشكرني؟ ما بعرف مازن، ما بتتغير. هاي شيبو. شيبو؟ شيبو شو رح يجيبه لهون؟ هو بيبوني شو نسيان؟ ايه بس هلأ شفته هون أنا. بعد كل هالعمر اجتمعنا اليوم نحن الثلاثة بهي الغرفة مثل أيام زمان، وبنفس الغرفة اللي كنا نحلم فيها ونحن صغار. مو شغلة غريبة هي؟ فيكن تقولولي نحن شو حققنا؟ كانت أحلامنا كبيرة بس ما حسنا نحقق منا شي، ورجعنا خايبين وقاعدين هلأ عم نضرب على خدنا ونندب حظنا بهالدنيا. ماني فهماني ليش صار معنا هيك. فايشو ليش صار وكيف صار؟ هذا كلام ما له معنى، نحن لازم نواجه القدر، بس هذا ما بيعني إنه ما بقى لازم نحلم، لأنه بكل حلم منحلمه ومنفشل فيه رح يقوى عودنا ونتعلم شي جديد. صحيح أحلامنا فشلت
بس رح ضل احلم. انا بحب الحياة، خصوصا اذا كنت مع الشخص اللي بحبه. فايشو؟ فايشو؟ ليش عملتي هيك؟ أنا كل يوم عم شوف أحلامي عم تحترق قدام عيوني. كل أحلامي بالزواج عم تنتهي ببساطة. شو الفايدة بعد ما خسرت حبي له؟ شو الفايدة من كل هالشغلات بقى؟ ولشو بدي خليها لسه؟ طيب مو أنتي نهيتي علاقتك فيه فايشو؟ هاي الشغلات المرتبطة فيه لسه إلها معزة عندك. طوق الزواج طلعي فيه، حتى لو أنتي قطعتيه فايشو مو معناتها نسيتي. إذا حافظتي على هدول الشغلات طول حياتك، وقتها رح تعرفي قديش أنتي كنتي غلطانة، ورح تلاقي حالك إنك ما كنتي غلطانة بشي فايشو. خذي الطاقة وصلحي وحاولي تكوني قوية وتواجهي الحياة. لا ما بدي صلح شي، هاي شغلات ما رح تذكرني غير بخيبة الأمل. انتو ما بتعرفوا قديش أنا حاسة بالضعف. أنا مالي قدرانة أنسى اللي عملوا فيني. معقول هيك بكافيني لأني حبيته؟ كيف؟ كيف قدر يعمل فيني هيك؟ أنا بشو قصرت معه؟ قولولي. أنا ما بدي شي يذكرني فيه، وحتى لو كان ابنه اللي فايشو. شو جنتي انت يعني؟ ما هاد ابنك كمان. انا معك انه يلي عمله فيكي مو سهل ابدا، بس يا ريت لا تدخلي الولد بالنص. فايشو لا تعيدي الغلطة يلي انا غلطتها بحق حالي. ايه لا فايشو بليز، حاولي انك تفهمي. نحن منغلط لأنه ما منفكر غير بعواطفنا، بس بعدها أكيد رح ندفع ثمن غلطتنا طول عمرنا وحياتنا. ما في شي أصعب من خسارة الابن. سأليني أنا عن هالشي. وقت نخسر الإحساس بالأمومة منخسر حياتنا، لأنه الحياة كلها رح تصير فاضية. فايشو فاضية. أنتي مزعوجة كتير، نحن منسمع لك، عصبي، خانقي، بس لا تدخلي الولد بالنص. اي فايشو لا تخسري ابنك كمان، لأنه بريء ومحتاجك أكثر من أي حدا ثاني. هو مانو مسؤول عن تصرفات أبوه، هو الحب اللي باقي لك. فايشو جيبي ابنك لعندك، خليه يتربى بكنفك وعلمي كيف يحبك أنتي. رح تحسي إنك مو بحاجة حب حدا تاني أبداً. أجيت كأنه نسيان اللعبة صح؟ بهاي المرحلة لازم تلعب بسرعة وتربح مثل النمر وتشكل شي وما تسأل. يلا قرب جرب يلا. أنا لا ما بدي، ما بحب. لك حاجتك بقى ما بتحبها هاد، ولا يهمك أنا بلعب، أنت خليك عم تتفرج مثل الأخوان. مازن إله مصاري علي، بس ما سألني عنه. أنا ما بصير طنش عليه. لا أنت هلأ شوفيني أعمل حساب رجع له إياه، حتى لو اضطريت أدينه من حدا تاني رح ألعب. إيه رح ألعب هي. أجيت؟ ها؟ وين صرت؟ ما رح تغير رأيك؟ ليك هاي الجاك بوت صارت جاهزة ها؟ لا لا أنا بتفرج بس. تصبعي أنا بلعب، أنا بلعب، بظن إنه هذا اليوم إلي. جاك بوت ما رح يصح لي فرصة أحسن من هاي الفرصة. بس إذا خسرت كل المصاري، لا 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 هاي مغامرة. بس شو إذا أنا ربحت؟ رح يدوبل المبلغ برجع له لمازن الدين اللي عليه.
أما إذا خسرت رح أبيع هالخاتم. ساندي شوفي، أنا فيني جرب؟ شو يا؟ غيرت رأيها؟ صار فينا نلعب سوا؟ ممتاز، تعال عود يلا ساديش. أيوة عطينا فياش بخمسة. يلا خمسة هي خمسة. يلا 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 جاكبوت. برافو عليك يا نمر يا نمر، برافو برافو عليك. شوفوا لك شوفوا شو عمل معناك قليل يا طرصان، مع انه صار لك زمان ما لعبت بس لساتك معلم فيها للعبة. اهلين والله، تعالوا اعطيه. تفضل تفضل. مبروك اجيت مبروك. ساندي طيب. انا رايح. لا وين رايح؟ كيف يعني اليوم يومك اجيت نلعب يلا؟ لا حاجه. طيب طيب من بعد ما ربحت استنى شوي اطلب لك شي كاسه شاي. شكرا عندي شويه شغل. ايوه لا. ساندي اذا هالشغله صارت عاده في مشكله. روح انت كمل لعب. ليك اذا ربحت اليوم مو كل يوم رح تربح، حاضر بالك. اي بعرف، شكرا كثير، لازم اروح. اوكي يا روح. اوكي ساتيش باي. الله معك. مازن وما بيهمني، أنا قطعت كل علاقتي معه وما في شي بيربطني فيه بعد هلأ، فهمان؟ شو أعمل؟ أنا بعرف إنه لازم روح لعند أمي عالبيت دائماً، لو كانت رافضتني حتى لو ما عرفتني، بس أنا لازم روح لعندها. أنا ابنها وإلها حق علي، لازم أطمن عليها. وهلأ ضروري، بس هي مرضاني هلأ، أكيد ما عم تاكل، بس الدكتور قال إنه لازم تاكل. ما بعرف شو أعمل. يا الله لازم روح. شو لازم اعمل هلا؟ لازم فوت لعندها شوي. طمني شو؟ منيحة ابني، ما فيها شي، بس هي ضعفانة شوي، بظن انها لها كم يوم مو اكلة شي منيح، لهيك نزل ضغطها ووقعت هيك. انا رح اكتب لها شوية فيتامينات، حاولوا انكم تغذوها. وهلا انا كمان رح اعطيها ابرة وبعدها رح تصير منيحة، بس ضروري تغذوها منيحة أحسن ما نصير بشي تاني. المرأة مانا بعمر صغير، لازم تهتموا فيها أكتر من هيك.
شو هاد؟ سكر وملح؟ نفس العلبة؟ مازن شوف هاي ملح وسكر بنفس العلبة هون، والعلب كلها جوا بالمطبخ. بالظاهر إنه أمك خلطتهم كلهم مع بعض. أنا مستغربة ليش هي عملت هيك. وأنا كمان حسيت من كم يوم، بتعرف كمان عم تنسى كتير شغلات. أوقات بتنسى تحط الأكل، وأوقات بتنسى تطبخ، وحتى لو طبخت شي بتنسى تحط ملح نهائيا، أو بتعبي الأكل كله ملح. بصراحة أنا ما بعرف شو صاير لأمك. بتصور إنه القصة ما أنا مزحة. بتمنى ما يكون هالوضع من ورانا. معقول بسببنا نحنا؟ إيه ممكن. بابا انتبه على أمي شوي، لازم ترتاح منيح، ولازم تعطيها الأدوية، وإذا في أي مشكلة أحكي معي. مازن أكيد أبوك رح يهتم فيها، بس بظن أنه أنت لازم. لا مو صحيح، مو صح أني ضل هون. أنا بظن إذا بدي ضل هون عند أمي رح تفكر حالها صح. أنا إذا بدي إجي لهون هي ما رح تحس أنه غلطت. لا يمكن أرجع البيت لهون إلا بكرامتي. لازم لاقي حل هالمشكلة. لازم تعرف إنه أنا بضل ابنها لو مهما صار. لازم هي ترضى بالأمر الواقع، وإنه أنتي صرتي مرتي. يعني ما لازم نتركها بقى. خلص لازم نفرض عليها. وعم بحكي غلط شي بابا؟ لا مازن، عم تحكي صح. نحن ما لازم نتركها تغلط بقى، لأنه هي ما عم تسمع لأي حدا. مزبوط بابا، هيك مزبوط. إن صار أي شي فوراً بتحكي معي، وأول ما بتفيق اتصل فيني، وأنا فوراً بجي عندك لهون. إن شاء الله بتتحسن. ألو. ألو مدهوري، أنا رايح. ما فهمت. والله أنا ما بعرف، كل اللي بعرفه أنه ما بقى فيني أقعد هون حتى لو لفترة قصيرة، بس أنا لازم أطلع وريح راسي. أنا رح أحجز وسافر على أي مكان تاني. طيب سوي اللي بدك إياه، بس انتبه على حالك. وأنتي كمان. صحيح، ما تبخلي على علاج فارون ولا تقصري بأي شي عليه. أنا رح أترك مصاري بالبنك ورح أضل أبعتلك، وإذا نقصك أي شي يا ريت فوراً تتصلي فيني. ما في داعي تحكي، أنا بعرف إنك ما بتقصر. أنا ما بيهمني غير إنك تكون مريح بالك. طيب أنا رايح، إذا إجا حدا مشان يسأل عني قولي إنك ما بتعرفي لوين رحت أبداً. ماشي. حاكيكي وما رح طول. ماشي. ليش راسي عم يوجعني بهالشكل؟ أخو صدري كمان كمان. كيف اجيت لهون؟ وهذا الدواء لمين بقى؟ شو عم يصير؟ أخ صدري. في حدا هون؟ اي احسن، انا اصلا تعودت ضل لحالي. يلا مين اللي نظف لي المطبخ هيك؟ وكل شي بالبيت نظيف. والله أنا ما عم بفهم شي. شوفي
كيف يعني؟ أنا ما عم بحلم، يمكن يا الله. كيف صرتي؟ اجيت؟ أنت اللي منظف المطبخ والبيت ومعبي مي كمان؟ معقولة؟ أكيد مو أنا. أنت اللي عملتي هيك؟ إيه؟ كيف؟ يعني قصدك أنا مجنونة؟ ها؟ ما بتذكر إني عملت هالشي. أنا هلأ قمت من التخت وإجيت قعدت هون. وهدول الأدوية لمين؟ أنت عم تاخدهم شي؟ إلي. إلك؟ إيه. ليش أنت شبك؟ ليش شو ما دريتي؟ لا. أنت وقعتي وأنا جيت أحملك، حطيتك على التخت. منشان هيك وجعني ظهري كتير، وأنت مو حاسة بأي شي. صحيح إنه أنت كبرتي، بس لسه عظامك قوية وكتير قوية. أنا ما عم بتذكر شي. العمى كيف هيك؟ بصراحة خلص، بلا مزح بلا مزح بلا مزح بلا مزح. إيه هذا الدواء اللي هون؟ إيه إليك أنت. مانك عم تتذكري شي؟ أنا شفت مبارح إنك فقتي الصبح وبعدين اشتغلتي كل شغل البيت ونظفتي المطبخ وبعدين مسحتي البيت. إيه وبعدين من التعب رحتي واقعة على الأرض على طولك. أجا الدكتور كتب لك الدواء، إيه، وعطاكي إبرة وحط الدواء على جنب. أنت عم تمزح معي مو هيك؟ لا والله عم لك الحقيقة. أنا بعرف حالي إني عم بنسى شغلات كتيرة، بس ما وصلت معي لهون. لا لا اسمعي. أنت الصبح إمتى عم تفيقك اليوم؟ يعني 6-7. ايه بتفيقي 6 أو 7؟ ايه. لكن اليوم أنت إمتى فقتي؟ شو مفكرني مثلك أنا بشرب وبسهر وبضل نايمة لـ 12 الظهر؟ لا مو هيك قصدي، شوفي الساعة. ايه صارت 12 الظهر صح؟ بس شاطرة تتمسخري علي. اقتنعتي هلأ؟ ها؟ ايه تعي وهلأ. لا هالشي تعالي شربي الدواء. شربي العصير أول. ايه هاتي 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 هلأ روحي ارتاحي بغرفتك. ايه الدكتور قال لازم تريحي حالك منيح. لا 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 ما بدي ارتاح هلا. يلا بدي لازم اشتغل بالبيت. ليش؟ ولازم روح على انهيري، لازم خلص الشغل هنيك بالاول. وبعدين انا تذكرت كل شيء، اخذت الدواء. شو مفكرني خرفت؟ بتذكر انا والله. ما في داعي الواحد يعذب حاله بشي. أنا لازم اتصل بمازن وخبره بكل شي صار. والله المسكين رح يضل حامل هم على الفاضي. مدهوري؟ انت هون؟ بس خلص الشي اللي كنت عايشة من شانه ما بقى موجود بحياتي. بس فارون لساته مسؤوليتي، وهذا يلي عم يقيدني. حتى انه الموت فكرة ما بيطلع لي اني فكر فيها. انا كتير يأسانة، ما فيني اعمل شي. تعالي صلي معنا وادعي لالله. لا فوتوا انتو، انا ما ممكن فوتوا انا بهالحالة هي، دعواتي مو مقبولة. فوت لما بيكون عندي ارادة قوية.
منشان تنقبل دعواتي لازم كون مقتنعة إنه هاي هي الحياة اللي اختار إياها الله. طيب لكان رح نفوت نحن هلأ. مازن انت فيك تروح، بعد شوي بروح على البيت. طيب انا بدي روح على المحل ولازم روح على انهيري لانه عندي شويه شغل. انت لا تعملي اكل بالبيت، بس اجي انا باخذك وبنروح ناكل برا. ماشي. ما فيك شيء، مو انت قوي؟ خذو. يلا روح العبوا. امشي تعالي نقعد. كيف صارت فايشاليا؟ شو بتتوقعي؟ مو منيحة أبدا، يعني البنت اللي فكرت إنها تعيش بقية حياتها كلها مع درويش أكيد لازم تعرف إنه حياتها ما رح تكون إلها هوية أبداً. هوية؟ ما فهمت، كيف يعني هوية؟ درويش تزوج بلا هوية لأنه ما ثبت الزواج بالمحكمة. بما إنك مرته الأولى يعني علاقته فيها كأنها مو موجودة. درويش ما همه غير حاله، الله بيعلم شو رح يصير بهالمسكينة وبابنها. طيب هي شو عم تفكر تعمل؟ ما أنا قدران تفكر بأي شيء، شو بدها تعمل، شو بده يصير. بس فايشو قوية وما رح تستسلم، ما رح تقبل بهالوضع، رح تعيش حياتها على طريقتها ونحن رح ندعمها باللي منقدر عليه. ومهما كان موقفها عنيف نحن ما رح نوقف الطريقة. طبعاً طبعاً كل شي صار بسببي أنا، أكيد هي عم تعاني كتير، بتمنى أني ساعدها بشي، بس هي ما رح تقبل مني مساعدة، وهي معها حق، أنا ما بلومها على أي شي. برأيها أنا خاينة. مدهوري أنتي مالك ذنب بأي شي صار، درويش هو اللي ظلم فايشو، بس هي في حواليها كل أهلها، يعني فيها تفش قهرها إلنا، فيها تبكي وتعبر عن عذابها. شو ما عملت في حدا يشاركها، منعرف إنه هالشي مو سهل، بس أنتي ما إلك حدا. تعرفي شو مدهوري، إذا شي مرة احتجتي شي أو كان بدك تفشي قهرك، بيتي مفتوح إلك على طول، فيك تعتبريني صديقتك إذا بدك. انسي إني أختها لفايشو، بالرغم من كل شي صار فيك تعتبريني صديقتك دايما. عن جد الله بعت لي إياكي بالوقت المناسب، الحمد لله، ظاهر إنه أنا عاملة شي منيح بحياتي لحتى الله بعت لي إياكي بهذا الوقت. شكرا جانا. الو ماما، بدي اقول لك شغله كثير مهمه. انا ما فيني، انا ما بقى فيني اتحمل ضل هون ولا يوم، بدي اجي لعندك. ما فيني اتحمل اكثر من هيك. عم احلك شوي مانو، قولي لي بالاول شو صار وليش متضايقه هيك. شو ليش متضايقه؟ من يوم اللي اجت فايشو على هالبيت والعالم كلهم راكدين وراها بكل خطوه، حتى ام فينود بدها يعني ضل اخدمها طول النهار كانه انا شغاله. وقال شو؟ مانو، فايشو بتحب الرز لهيك طبخي لها رز. مانو، نطفي غرفه فايشو منيح.
ماما الله يخليك افهميني، انا مو مضطره اشتغل شغاله، انا كثير تعبت. طيب اذا هي عندها مشكله كبيره ماني مضطره اتحملها. مانو فيكي تهدي وما تضوجي؟ هيك ما بيصير يا بنتي. فايشو ما رح تضل ببيت اهلها، رح يجي اليوم وتروح. شو رح تستفيدي وقتها اذا انتي كنتي تاركه البيت يعني؟ ليكي مانو لا تحاولي تضيعي وقتك بهيك قصص صغيره ما لها اي معنى. انتي بتعرفي القصه وبتعرفي انتي شو لازم تساوي. انتي بتعرفي الهدف من وجودك بهالبيت ولازم تركزي بقى، بس حاولي تكوني صبوره شوي. ايه وبس تنجح خطتنا بقى رح تنبسطي. وكما شو عم تعملي؟ شو جابك لهون؟ انت عم تتجسسي علينا؟ وبعدين بتحكي لبيت اخوك عنا مو هيك؟ بتحكي لي كل شيء على كيفي. يلا روحي اشتري شاي بسرعه، ما عندنا شاي وراسي واجعني كثير. يلا روحي بسرعه، يلا روحي. تضربي بهالشكل؟ ايه انا شو كنت عم اقول؟ فايشاليا انا في شغله لازم ساويها هون، بس والله نسيت شو كانت. شكله دامودار كان معه حق، مع انه هو بضل سكران بس قال الحقيقه. الهيئه انا كبرت ويمكن خرفت كمان، والله ما عم بقدر اتذكر شي. انا خايفه انسى اسمي. اخ مو مهم، لو القصه كتير مهمه كنت تذكرتها. بما اني ما عم بتذكرها معناتها الشغله بايخه. يلا لكان سافيتا ارجعي على بيتك. اخي لحظه القطار رايح على دادار. ايه لكان اكيد رايح، روحي ولا حيستعجلي. لا لانه رح يمشي إيه؟ قبل ما يروح عليكي. يلا يلا لو سمحت. عفوا بعد لي شوي. ما في محل، ما حدا رح يقوم. العمى مو سامعين. ابني شو ما فيك شهامة؟ مرة ختيارة واقفة وانت قاعد مرنخ. قوم بقى. ايه تفضلي. ايه طبعا انا رح اقعد لك. عن شو قعدك بدالي؟ ناس ما بتفهم. تذكرة. ايه العمى كأني ما اشتريت تذكرة. معقول نسيت اشتري؟ العمى كيف هيك؟ بطلع بدون ما اشتري التذكرة. يلا اعطيني التذكرة. بصراحة أنا طلعت لهون وكنت خايفة إني أتأخر، أم نسيت إني اشتري تذكرة قبل ما أطلع، وقلت لحالي أنا شو نسيت؟ ما كنت أتذكر، لهيك طلعت وعدت دغري. تذكرتي تطلعي بالقطار بس نسيتي التذكرة. الظاهر انك شايفتيني واحد غبي قدامك، ما هيك؟ لا لا اخي الحقيقة انه هيك صار، عم بنسى شوي شغلات صغيرة احيانا. عن جد انت فطران اليوم شي؟ ايه. لكن كيف نسيتي التذكرة؟ ليكي انا كل يوم بشوف 100 وحدة مثلك وبيقولوا لي شي 1000 عذر. يلي انت عم تحكيه هلا ما راح يجيب نتيجة. إذا ما معك تذكرة لازم تدفعي غرامة وكمان حق التذكرة. هالحكي مو صحيح. 250 غرامة و10 للتذكرة، هذا مو حكي والله. هالحكي مو صحيح. يا سلام، بلاقيكي تذكرتي هلأ كل شيء. هلأ صرتي تعرفي شو الغرامة وكل شيء بخص القطارات بدون ما تدفعي التذكرة؟ برأيك هذا هو الحكي؟ يلا بقى ما بدي ضيع وقتي عليكي، عطيني 250 روبية يلا. وإذا ما عطيتك شو يعني؟ ليكي انا مالي فاضي ليك، انت طالعه مخالفه. يا اما انت بتدفعي الغرامه يلي عليكي وبتقعدي من تمساكك، يا اما انا رح اتصرف مثل ما بدي. شو عم تحكي؟ انت عم تاخذ 250 بدل 10،
العالم ما معه، شو مفكر حالك رح تكسب من العالم هدول؟ أكيد ما رح تسمعهم غير عم يدعوا عليك. شو هالحكي الفاضي هلا؟ أنا محترم إنك أنت مرة مقدرة، بس الظاهر ما بينفع معك المنيح. لا طالما هيك المحطة الجاية بفرجيك شو رح يطلع معي. ابني شوفت عينك، أنا مرة كبيرة بالعمر وختيارة، وأنا غلطانة سامحني خلص. أمي شو جابها لهون؟ وشو صاير معها؟ الجابة عم يحكيها، شوفي. انزلي يلا، القطار وصل هلأ للمحطة. إيه؟ وبس تنزلي بتدفعي الغرامة وهنيك بنتحاسب. إيه خلص لا تحكي معي بقى ولا كلمة معي هيك العمر. انزلي انزلي يلا خلصيني. لا بعد فرجيني وجهك، انزلي يلا خلصيني ولا تضيعي لي وقتي. هلأ إذا راح علي القطار أنت رح تجيب لي قطار خصوصي يعني؟ لا أنا رح جيب لك سيارة خاصة، هلأ رح خلي سيارة الشرطة تجي وتاخدك، شو رأيك بقى؟ ليش هيك يعني؟ أنا شو سويت لك؟ أنت خالفت القواعد. أنا خالفت القواعد بس ما عملت جريمة، أنت بدك 250 بدل 10، يعني أنت اللي لازم تروح على الحبس. يا الله أنا شو بدي أسوي مع هالمرة؟ اتركها تروح. لا صحيح، تدفع الغرامة اللي عليك بالأول وبعدين بتروحي. قلت لك ما رح أدفع شيء. طيب ماشي، خليكي معندي وشوفي شو رح يصير. هلا بس تروحي على السجن بترجعي لوعيك وبتشوفي. ومين انت لحتى تاخذني على السجن؟ ايه روح بلا اكل هوا. ولك انت واولادك رح تروحوا على السجن على هالتربايه. اخي حكيها باحترام، مو معقول مو شايفه قد امك؟ انا مراعي عمرها من الاول وكنت عم حكيها بكل ادب، بس هي لسانها طوله 4 امتار وبالاخر بتقلي رح تاخذني انا على السجن؟ بعدين مين جنابك والله؟ انا بكون ابنها. تشرفنا، معناتها بتقلها هالحكي لإلها، إلها تحاكي الناس باحترام وما تحكي مثل المجانين. أستاذ بتمنى إنك تسامحها، قل لي قديش الغرامة وأنا بدفعها أكيد. لا ما تقول له شيء، هذا مانو ابني أصلاً. أمي وأنا ما بدي آخذ مساعدة من حدا لأنه هالشيء ضد مبادئي، أبداً أبداً لا يمكن آخذ مساعدة من غريب ولو شو ما كان يكون. أمي شو عم تحكي لشو هالموقف هذا؟ لا بدك تخلصني وتاخذني على الحبس ولا لا؟ شو رأيك تاخذني على الحبس ولا حابب تنطر هون للمسلك؟ خلصوني عندي شغل، قوموا خلصونا نمشي. يلا امشي قدامي خلصينا يلا. استنى بس قلي لوين اخذينا هدول لأمي؟ اخذينا على المغفر، هي هيك بدها. أنا يلي ظلمت فايشاليا وهي هلأ عم تعاني بسببي. أنا جرحتها من اليوم ورايح. أنا يلي رح ساعدها وأنا رح داويها، رح خليها تاخد حقوقها. أنا لازم أطلق من درويش مشان تصير هي مرته وحسب القانون وبعدها يصطفله. بس فارون شو رح يكون وضعه؟ حياته وعلاجه شو رح يصير له؟ إذا قطعت علاقتي بدرويش شو رح يصير؟ ما رح يكون في قدامي أي أمل بحياتي بالرجعة. إذا أنا تركت درويش واتطلقت أكيد فارون رح يتركني. بس كيف بدي أتصرف بأنانية هيك؟ كيف فيني ما أظلم فارون وفيني ببساطة أظلم فايشاليا وابنها؟ طيب هداك الولد كمان محتاج لأبوه، إذا مو من شان فايشاليا على الأقل من شان هالولد الصغير. أنا لازم أعمل هيك، أنا لازم أعمل هيك بأي طريقة. ما بيصير هالولد الصغير يعيش من دون أب. شو ما رح تفوت؟ لا بابا، إذا أنا فتت أمي رح تشوفني وتشرجحني. فوت أنت وما تقل لأني أنا معك هون، وكمان خود خلي هدول معك، فوت لعندها بركي حتشتون. يلا سافيتا. ايه شو شايفه محل هون؟ فايت بوجهك لجوا؟ شو بدك؟ المرة اللي هون هديك المرة. ايه هي بتكون مرتي. ايه سا
لازافيتا دي شموخ، اجيت لطلعها. هاي مرتك؟ اه؟ ايه. انتي بتعرفي لها الزلمة؟ طيب انا لا تحكي ولا كلمة، بدي اتأكد من الاول. هي اللي لازم تقلي انت شو بتقربها مو انت. المعنى لحظة، المعنى اخي هاي المرأة قصتها غريبة. اجانا اليوم واحد من طلعة الضوء وقال انه هو ابنها وبعت لها مصاري، بس هي ما قبلتهم واجت معنا لهون، ومن وقتها هي قاعدة وساكتة هيك ليك حالتها، فهمت؟ بلكي ما قبلتك. وينك؟ هالزلمة بيقربك؟ منيح خلصنا، بما انك طلعت زوجها تعبي لي الورق. ماني تعي جيبيها. تفضل. اعطيني 500. ايه بس الغرامة. ايه بعرف انه كبيرة، بس انت لازم تقدر تعب اللي تعبته، لا تفكرها سهلة. يلا بقى. يلا روحوا تفضلوا. ليش عملتي هيك يعني؟ كان في داعي لهالشي؟ ناقصنا فضايح؟ شرفي شبك ليكون شفت حدا هون؟ لا ما شفت. يلا حابب تضلي عند الشرطة؟ ها؟ يلا يلا امشي. ليش تأخرتي لهلأ وتركتيني؟ لأنه المي ما أجت قبل الساعة 8 وكان لازم عبي مي. طيب المي بتيجي الصبح، ليش ما أجلتيها؟ لأنه ما كان عنا ولا نقطة، بلكي حد عطش بالليل. يلا لأنه أنا كتير جوعان. يلا تعالي عدي. عدي هون. تعرفي جانا، أمي كانت بنفس القطار يلي أنا كنت فيه ومن دون تذكرة. بلا؟ وشو صار؟ وبعدين أستاذ بتمنى أنك تسامحها، قلي قديش الغرامة وأنا بدفعها أكيد. لا ما تقل له شي، هذا مانو ابني أصلا أمي، وأنا ما بدي أخذ مساعدة من حدا بنوب لو شو ما صار يصير. مازن أنا قلقانة على أمك. وأنا كمان حامل همها يا جانا، ما فيكي تعرفي قديش زعلت لما قالت له إني أنا مالي ابنها. أنا بعرف إنه انزعجت مني كتير لأني قلت لها إني ما بستحق أكون ابنها، بظن إنه هذا السبب لحالتها هي، لهيك أنا بلوم حالي. مازن هذا مو ذنبك، أنت بتآمن بالله ما هيك؟ لازم تكون أقوى من هيك. لا جانا ما عاد فيني أتحمل، ما كان في داعي أبداً أتحدىها بالطريقة هي نهائياً، ما كان لازم أعمل هيك. أنا لازم أروح لعنده وأعتذر له. لا بقى تطلعي من البيت، أنا ما عم أفهم ليش أنت هيك. أنت ما فيك تعيشي حياتك بلا دراما. ليش؟ بتموتي إذا عشتي بلا نكد. إيه؟ أنا ما عملت أي شيء غلط. خلص بقى، إذا برأيك أنا الغلطانة روح لكان من عندي. أخ أنا تعبت، لا تقعد تعلل اللي قلبي بحكيك. آه.
وينك؟ خدي دويتك هلا. انا ما بشتغل عندك ها؟ ايه، لانه ما بيبين فيكي. اصلا مو متوقع منك شيء احسن من هيك. احسن لي انا فيني اقوم ساوي كل شيء لحالي. سافيتا، شو صار لي؟ شو عملتي؟ ايه سافيتا شبك. يمكن اخذتي دواء غلط لكان. الو دكتور. كيف صار معها هيك؟ أنا بظن إنه هي أخذت الدواء الغلط. إدويتنا كانوا مع بعض، بظن إنها غلطت وأخذت الدواء تبعي. وين الدواء؟ شرف، هذا هو. منيح إنكم اتصلتوا فيني بسرعة. لو ضلت بهالحالة وقت أكثر من هيك كان ارتفع ضغطها. الدواء الغلط بالعادة بيعمل مضاعفات كتير خطيرة. خير، ما في داعي تقلق. أنا عطيتها أبرة هلأ، بعد شوي رح يستقر وضعها أكثر، بس لازم تنتبهوا أكثر مرة تانية لأنه هالشي خطير كتير. وهلأ أنا رايح، وبس تفيق حاكوني فوراً. ماشي؟ حاضر. أنا لازم حاكي مازن فورا. لا، ما في داعي، لأنه رح يخاف عليها. ليش لحتى أشغل له باله؟ ما في داعي إنه يعطل شغله هلأ. إذا عارف ما رح يضل، رح يجي فورا. بخبره بعدين شو صار معنا. إيه هيك أحسن. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.